أما بعد فيا معاشر أحباب رسول الله، الناس في عاداتهم وخاصة المسلمين يستقبلون دائما رمضان بالتشوق إلى التوبة والتطهير، فالنبي سماه المطهر فيقول: جاءكم المطهر، جاءكم المطهر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهكذا المؤمنون يستقبلون شهر رمضان، يستقبلونه بالعزم والإرادة القوية على تجنب ما يؤدي إلى الهلاك، المعاصي، المعاصي، ويعزمون على أن يسلكوا دروب الطاعة وطريق الطاعة، طريق التي من سلكها أمن ونجا. لكن يأبى بعض الناس إلا أن يسلكوا مسلكا آخر غير متعظين وغير مستثمرين لهذه الفرصة الربانية، فرصة ربانية من أخطأها حرم الخير كله، من حرم المغفرة في رمضان فقد حرم الخير كله. هي فرصة، إن على مستوى الحكومات وإن على مستوى المجتمع وإن على مستوى الأفراد. أما على مستوى الحكومة كنا نتمنى أن يستقبل المغرب شهر رمضان بالتصارح مع الاقتصاد الإسلامي، عشرات الطلبات من البنوك والمؤسسات المالية الخليجية التي أعربت عن رغبتها في أن تستثمر ملايير الدولارات وتضخها في السوق المالية المغربية لتفك أزمة البطالة ولكي تخرج المغرب من عنق الزجاجة التي يوجد فيها. كنا نتمنى أن تقبل الحكومة وتتصالح مع ربها مع بداية رمضان، ارفض هذا وارفض هذا وارفض هذا، إلى متى؟ المغرب، ويؤسفنا ذلك، هو البلد الوحيد عربيا وإسلاميا في العالم العربي والإسلامي الذي رفض إلى حد الآن أن يستقبل على أرضه مؤسسة مالية إسلامية. المغرب هو البلد الوحيد. اللوبي البنكي في المغرب الذي يدور في فلك الربا، في فلك الاقتصاد، اقتصاد الريع، اقتصاد الاستغلال، اقتصاد أكل أموال الناس بالباطل، هذا اللوبي. حتى تلك المعاملات التي سميت بالمنتوج البديل، ثلاث معاملات ولدت ملفوفة في الكفن، ولدت ميتة، دفنت قبل أن تولد، ضرائب جمة، وموظفين الذين تكلفوا بالعملية في البنوك جاءتهم تعليمات أنه في حالة ما إذا استقبل زبون يريد أن يحصل على الانتفاع بهذه العمليات المالية الإسلامية ينبغي أن يستقبل مكفهرا، وأن يحاول إبعاده بأي طريقة، وأن يبين أن هذه العملية هي أثقل عليه من الناحية المادية من المعاملات الروتينية الربوية، فيضطر تحت ضغط الواقع المدبر المخطط الذي من ورائه لوبي، يضطر لكي يذهب إلى الربا، فيعيش المغاربة في الربا على رغم أنفهم. من له المصلحة في أن يعيش المغاربة على الربا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي يأكلون فيه الربا ومن لم يأكله أصابه دخانه. أقول لك يا رسول الله، لم يصبنا دخانه، بل الربا دخل إلى كل بيت، لم تكتفي البنوك بل جمعيات، جمعيات انتشرت مقراتها حتى في المساكن العشوائية، الجمعيات
الجمعيات التي تعطي ما يسمى بالسلفات الصغرى انتشرت حتى في الأحياء الشعبية، فإذا بالربا يثقل كاهل العائلات الفقيرة. في هذا الأسبوع كم من امرأة جاءتني تستنجد لعلها تجد من يدفع عنها الأقساط لهذه الجمعيات، لأن زوجها مريض بالكونسير، ولأنها اضطرت حينما لم تجد من يسعفها ويعينها ويساندها في شراء الدواء، فاضطرت إلى مثل هذه الجمعيات، وأصبحت لا تستطيع أن تؤدي، وهي لا تستطيع العمل، أصبحت لا تستطيع أن تؤدي ثلاثة أقساط لثلاث جمعيات. ثلاث جمعيات، واحدة 75,000 في الشهر، واحدة 35,000 في الشهر، واحدة 25,000 في الشهر. يا الله. وتصل الربا في هذه الجمعيات إلى 30%. هم حسب لهم من تخلص غير من السيمانة ولا 15 يوم تخلص غير 5,000 زعما، ومنين تجمعها أنت ترى؟ لا إله إلا. لماذا أقول هذا؟ لأن الدولة العلمانية الكبرى في البلاد العربية والإسلامية التي هاجمت الحجاب ومنعت هذا الأسبوع، ونحن نتكلم عن الحجاب، منعت تونس المحجبات الطالبات من الاستفادة من السكن الجامعي في مدينة تونس، ولأن جريمتهن هي الحجاب. روحي تكري، روحي تكري انت، يا ما بغيناش متحجبة في الحي الجامعي للنساء والبنات. حرمت المحجبة في تونس هذا العام في الدخول المدرسي أن تكون كمثيلاتها تحصل على سكن في الحي الجامعي القريب من الجامعة، فقط جريمتها هي حجابها. حتى تونس رخصت هذا الأسبوع. الله. لبنك الزيتون الإسلامي. الله. حتى تونس سبقت المغرب. تونس النظام العلماني، النظام الذي يحارب الحجاب، حتى هذا النظام سبق المغرب في الترخيص لما يسمى ببنك الزيتون الإسلامي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد عمدت الجبهة الرافضة لهذا الطلب الشرعي الملح الذي ينتظره المغاربة على أحر من الجمر، لكي تحل بعض مشاكلهم في القروض، خاصة القروض المستثمرة في شراء السكن. سكن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرافضة لهذا الطلب الشرعي الملح إلى وضع عراقيل كبيرة حتى بالنسبة للمنتوجات البنكية الإسلامية التي سميت البديلة، ليولد المشروع ميتا كما قلنا. فإلى متى سيظل المغرب محروما من خدمات المؤسسات الإسلامية؟ إلى متى؟ سؤال معلق أبعثه على منبر رسول الله لحكومتنا، للمسؤولين فينا. احنا رحنا مع الناس وجوا عندنا الناس ورحنا نسمعوه، والعدد يعاني الأمرين لأنه لا يجد السكن، فيأتي لكي يسأل: أيجوز لي في هذه الظروف التي لا يوجد فيها القرض الحسن، ولا توجد فيها مؤسسات يمكن أن تعطي المسلم المحتاج القرض الحسن، ليس هنالك بديل، هل يضطر إلى اللجوء إلى البنك لكي يأخذ هذا النوع من الربا؟ يعني يوميا هالشي، يوميا، والله لا يوميا، ما تسب ما تقول، يوميا حرج شديد. وحلقيس كنا نقول لهم اصبروا إن شاء الله، فإن المغرب والبنك المغرب قرر أن يفتح بعض المعاملات الإسلامية في البنوك. اصبروا، كنا نقول لهم اصبروا إن شاء الله، غادي يجي إن شاء الله تعالى القرض الحسن وغادي. لكن الآن ها نحن قد فوجئنا أن ذلك كان لذر الرماد فقط، ولكي يبينوا عملياً أن هذه لا تصلح
لأنها فشلت وهم من أفشلها لتنفير الناس من هذا. فإلى متى؟ إلى متى أيها المسؤولون؟ إلى متى؟ هذه عند الحكومة. أما الكلمة الثانية المقتضبة التي أحاول أن أوجهها للأفراد وهم يستقبلون رمضان، فالفرد كالحكومة كالمجتمع يريد أن يستقبل رمضان مصمماً على التوبة والبعد عن المعصية، لكن رمضان هذا العام تميز ببعض السلوكيات الخطيرة، وعلى رأسها تهديد أمن الناس، سرقات بالجملة في أيام رمضان، قطع للطريق، سطو على أغراض الناس، ترويع للنساء. في كل يوم ضحايا جدد. هل رمضان جعله الله تعالى للسطو على أموال الناس؟ هكذا يستقبل رمضان؟ جار المسجد أخونا بالأمس ذهب إلى البنك على الساعة الواحدة بعد الزواج، فيأتيه شباب فيطرحونه أرضا ويأخذون ماله ويضرب، يعني سبحان الله، سرقات، قطع للطريق، سطو على الهواتف النقالة عن المحفظات. ولذلك نحن إن شاء الله نوجه نداءنا إلى أخواتنا اللي عنده شي ذهب، عنده شي بورطاب، ادسوا يا ابن عمي ادسوا، اما توريوش راه حتى واحد ما يسلكك، الناس غير تشوف وتفرج. الأسبوع الماضي جاءت مجموعة وأحد إخواننا واقف ينتظر الحافلة، فأخذوا محفظته وفيها المال وفيها الأوراق وفيها كل مستلزمات التعريف، تاع اللوطو تاع السيارة تاع. فجرى الشباب والناس ينظرون وفغر فا مش كي غحل فمو بقى يشوف شن الغريبة هذه والناس تفرج، هذا رمضان رمضان ولا تقول انت رحنا في الشيلي، تقول اذا رحنا في الشيلي ولا غواتيمالا ما رحناش في المغرب، وراه الايمانات انت يا من اللي الله يحفظه ويستر ادخلت الحزن على هذا الصائم واخذت ماله، قول لي الله يرحم والديك كي غادي دير يوم القيامه لو كان راك هنا وتسمع نهضروا معك. بصراحه انا نقول هذا لا شك ان الكثير يعرفون هؤلاء، لكن اللي يعرف هذه الناس؟ هذه مصيبه. اتقوا الله عباد الله وتوبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون. إياكم وإياكم وإياكم وأموال الغير، فمن أخذ من أخيه شيئا بغير رضاه دخل النار. من اقتطع شيئا من حقوق أخيه بغير رضاه اقتطع الله ميراثه من الجنة. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضيبا من أراك. تعرف اسمه القضيب بتاع الأراك؟ هو موجود في الجزيرة العربية بكثرة، هو العمود الذي يستك به ويستن، حتى هنا راه غالي يدير 100 دورو. يعني لو كان شيء يسير تأخذه من أخيك بغير إذنه فقد اقتطعت وقد حجزت مكانتك في النار. نسأل الله العفو والعافية، فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الحرام، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. يا رب كما جمعتنا في هذه العشر الأواخر من رمضان في مسجد الكوثر من سنة 29400 ألف، اجمعنا جميعا غدا مع الحبيب رسول الله كما جمعت بين الروح والجسد.
لا يتخلف منا أحد. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم يا رب نسألك مغفرة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا رب انظر إلى هذا الجمع اليوم نظرة لا نشقى بعدها أبدا. يا رب يا رب يا رب يا رب، اليوم يومك، والجمعة جمعتك، والساعة ساعتك، والحرم حرمك، والعباد عبادك، وأنت من فرضت فريضتك، وأنت من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة. انظر إلينا اليوم نظرة لا نشقى بعدها أبدا. الآن الآن أوجب لنا الجنة وأجرنا من النار. الآن الآن أوجب لنا بقدرتك الجنة وأجرنا من النار. أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. لا طاقة لنا بعذابك، لا تعذبنا ونحن أحوج إلى رحمتك فارحمنا. إن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمجرمين مثلنا. وقفنا ببابك، أنخنا بعتبتك، ندعوك دعاء الخائف الضرير، المسكين الفقير، الوجل المقر بذنبه، المعترف بجريرته. ندعوك دعاء من ذل لك جسده، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. رب 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 أوجب لنا العتق من النار. رب رب أعتق رقابنا من النار. ربنا لا تحرق وجوهنا بالنار. يا رب هل هناك من سألك فرددته، أو طلب منك شيئا فأعرضت عنه؟ ليس لنا رب يدعى ولا إله يرجى. يا أكرم مسؤول، يا خير مأمون، يا من يحب الإلحاح في السؤال. يا رب يا رب يا رب لا تحرق أجسادنا بالنار، لا تحرق أجسادنا بالنار. اللهم استرنا على الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، ولا تطردنا يوم العطش الأكبر عن الحوض، واكفنا جور الجائرين كما عملنا بالحبيب ولم نره، فلا تحرمنا يوم القيامة رؤيته، وارزقنا يا الله شفاعته، واسقنا يوم العطش الأكبر من حوضه بيديه الكريمتين شربة هنيئة منيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب يا رب يا رب اجعلنا من أوفر الحظوظ من رحماتك في رمضان. يا رب يا رب يا رب قبل أن تنتهي أيام رمضان اجعلنا وعبادك الصالحين من أوفر وأعظم الخلق حظا مما تنزله من رحماتك وبركاتك، مما تنزله على عبادك اجعل لنا منها أعظم القسم والنصيب. يا رب نشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، عاف مبتلانا، اصلح أولادنا، اصلح بناتنا، اصلح نساءنا، اصلح أزواجنا، سربلهم بالحجاب، سربلهم بالصون والعفاف. يا رب بناتنا، أدرك بناتنا في الجامعات، أدرك بناتنا في المؤسسات التعليمية، أدركهن يا رب، أدركهن يا إلهي، يا إلهي يا أرحم الراحمين. أدخل الفرحة إلى قلب النبي بعودة النساء إلى الحجاب. أدخل الفرحة إلى قلب أمنا عائشة لإعادة بناتها جميعا إلى الحجاب والحشمة، حتى يكن مؤمنات ومؤمنات بصورة النور وما أنزل الله فيها من الأحكام والتوجيهات والآداب. يا رب يا رب يا رب انصر إخوتنا في فلسطين، أمدهم بمدد من عندك. يا من نصر النبي في بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا من نصر النبي وأصحابه في بدر والأحزاب، انصر إخوتنا في فلسطين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم يا رب اقذف الرعب في قلوب أعدائهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجعلهم يدا واحدة على من سواهم. اللهم يا رب يا رب كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، افتح لهم فتحا مبينا، اغفر لهم ما تقدم من ذنب ذنوبهم وما تأخر. اللهم يا رب أكرمهم ولا تهنهم،
أعطهم ولا تحرمهم. اللهم كما أعزوا دينك ورابطوا في سبيلك للدفاع عن مقدساتك، عن القدس آية في كتاب الله نيابة عن الأمة، اللهم يا رب انصرهم على عدوك وعدوهم. انصر إخوتنا في العراق، اللهم سدد رمية المجاهدين في العراق. اللهم نسألك المزيد من الطائرات التي تسقط في العراق. اللهم يا رب سلط على الإدارة الأمريكية ما يحزنها، سلط عليها الفتن والهوجاء التي لا تهدأ إلى يوم القيامة. سلط على الجنود يا ربي المرابطين، أعوذ بالله، الموجودين ظلما وزورا في أرض الرافدين، سلط عليهم كل الفتن، فلقد كثر فيهم الانتحار وكثرت فيهم الأوبئة والأمراض. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم إن إدارة أمريكا تترنح عسكريا في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، ومشروعها الذي جاءت به للشرق الأوسط يذهب أدراج الرياح ورقة بعد ورقة. اللهم إننا نرى اقتصادها ينهار، بنوك في كل يوم تسقط، أزمة اقتصادية عارمة وأزمة عسكرية عارمة. اللهم إن بوادر السقوط قد لاحت فعجل بها، فقد طغت وتجبرت. والله لولا دعم العرب وأموال الخليج لبنوكهم، ملايير الدولارات البترولية المضخة في اقتصادياتهم لذهبت أمريكا من بعيد ومن قبل. العرب، العرب، يا عرب، يا عرب، أبكاني خطيب غزة حينما قال الكلمة التي كان يصبر على أن يقولها دائما على المنبر فقالها اليوم: ولن أقولها فقد قالها. يا الله، لولا العرب ما حوصر الفلسطينيون، وما مات الأطفال في المستشفيات لا يجدون الدواء، وما مات العجزة لأنهم لا يجدون الغذاء. حصار في البر وفي البحر وفي الجو. عرب، عرب، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. يا أبناء فلسطين اعذرونا، والله شكوتم على منبر رسول الله في غزة بالعرب، وقد بلغت الشكوى سكينا نحرت عنقي وانغرست في قلبي، فأحسست بالذل والمرارة. ارتفعت شكواهم من منبر رسول الله اليوم إلى رب العباد يشكون منا معذرة: يا أبناء فلسطين، يا إخواني، يا أيها المرابطون المجاهدون. لا أقول إلا كما قال أنس بن النضر لما ألقى الصحابة سيوفهم في أحد لما شاع خبر قتل النبي، فجاء أنس بن النضر ووجد عمرا وبعضا من الصحابة يخرجون من ساحة المعركة، قال: إلى أين؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: ويحكم، وإلى أين تذهبون؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. أقول كما قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما يفعل هؤلاء، وأشار إلى الصحابة المنسحبين الذين تركوا مساندة إخواننا في فلسطين. اللهم إني أعتذر لك مما فعل العرب تجاه إخوانهم، أعتذر إليك فاقبل عذرنا، وإني أبرأ إليك مما يفعل أولئك الذين يقفون إلى جانب العدو ضد قضيتنا. أنا أعتذر عن المسلم الضعيف الذي لا يملك إلا نفسه ويتحرك قلبه، أسأل الله له العذر. وأما الآخرون الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئا فتراهم يسارعون في تأييد العدو على حساب قضيتنا، فإنني أتبرأ إليك منهم، أعتذر إليك من هؤلاء
وأتبرأ من أولئك. اللهم اشدد وطأتك على الصهاينة، احصهم عددا، اقتلهم بددا، شتتهم قددا، لا تغادر منهم أحدا. عليك بجند أمريكا الطغاة الظالمين. اللهم يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا رب سلط عليهم سيف انتقامك وأرسل عليهم صوت عذابك، فإنك أنت للكفار بالمرصاد. عليك بجند الحلفاء المعتدين في كل مكان. اللهم أرنا فيهم ما تقر به أعين الموحدين وما تشفي به صدور المؤمنين. محمد السادس يا رب أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره يا رب الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. يا رب وفقه للعمل الصالح، ووفقه لصالح العمل. يا رب أيده ببطانة من الذين يخافون الله ليعينوه على تحمل أمر هذه الفئة من أمة رسول الله. رب ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. سيدي ومولاي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وأنت أعلم بنيتي فأعنه ووفقه وسدد خطاه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا وأنت أعلم بنيته ومطلع على سريرته فاجعل تدميره في تدبيره. يا جبار السماوات والأرضين، من قبل أن يستفحل شره وينتشر فساده. صلوا على نبيكم صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وعلى جميع من دعا بدعوته إلى يوم الدين.